على ثبوته ثبوتا يقينيا في حقه. واول تلك الادله التي عولت عليها النيابه العامه في حمل لواء الاتهام قبل المتهم ما شهد به المدعو عمرو بلال ابراهيم عبد المجيد شاهد الواقعه ومبصره، والذي شهد بانه حال تصادف مروره بمحل الواقع ابصر المجني عليه حال قفزها من داخل احدى المركبات وسقوطها في منتصف الطريق العام، مما حدا به للترجل من داخل المركبه استقلالي مهرولا نحو المجني عليه محاولا نجدتها وتجنيبها من اطارات المركبات العابره لمحل الواقع. وما ان اقترب منها الا وهمست في كلتا اذنيه وانهمرت بعباره من مخلتيها مصحوبه بصوت واهن خفي يتدفق انينه انطقها به الله قبل لقائه مضمونه: اوبر كان بيخطفني وانا نطيت من العربيه. وكان المولى تبارك وتعالى قد افاض عليها من رحمته وواسع عطاياه حتى تفصح في عباره موجزه افضت بها اليه دون افراط او خيال، كاشفه ما وقع عليها اثناء استقلالها صحبه المتهم قبل ان تفقد وعيها وتدلف في سبات عميق. واضاف الشاهد بانه ابصر ما بالمجني عليها من اصابات بيديها وبقدميها وبراسها تسيل منها دماؤها نتجت عن هروبها من المتهم، وهو ما تأيد بما خلصت إليه التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى المركز الطبي العالمي بإصابة المجني عليها بإصابة شديدة بالرأس دخلت على إثرها في غيبوبة استمرت نحو 21 يوما حتى إلى أن فاضت روحها إلى بارها على إثر تلك الإصابات وما أحدثته من نزيف بالمخ. وأما عن ثاني تلك الأدلة ما شهدت به الأم المكلومة دينا إسماعيل محمد إسماعيل بأنه حال استقلال نجلتها المجني عليها لسيارة المتهم تلقت منها اتصالا هاتفيا عبرت لها عما ضاق به صدرها من ارتياب من تصرفات المتهم على إثر علو صوت الموسيقى بالسيارة وطلب المجني عليها منه خفض الصوت، وأردفت لها آنذاك عن ارتيابها من المتهم قائلة: وقالت لي ده غريب قوي وشكل مريب. تمنت لو تعاود لقاء ابنتها الا ان سهم البلاء اصابها بما تلقته من نبأ الحادث على يد صديقه المجني عليها. وابدت شهادتها سياده الرئيس بما قدمته للنيابه العامه من صحيفه مطبوعه من تطبيق النقل الذكي اوبر اشتملت على بيانات المتهم وسيارته ورحله البليه بدءا ونهايه، وهو ذاته مكان وزمان حدوث الواقعة بطريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق